دلوقتي انا هطرق الميكروفون للمدير المنتخب الجديد الاستاذ منى جلال، بس ده بعد ما نسمع كلمه من الاستاذه حبيبتنا كلنا ست الكل الاستاذه منى الاولي نور الهلال. الشعر مش حكاوي شلل،
الشعر مش كلام على الناس، الشعر احساس، الشعر شعور، الشعر دموع داخلية ما بنقدرش نطلعها قدام حد، بنكتبها على ورق. فأنا ببارك لمجلس الإدارة الجديد وإن شاء الله يكمل بإذن الله، لأن لسه فيه اختيارات موفقة تانية. وهنستعين بنقاط للشباب عشان المناقشات الأدبية. وأنا بطرح اسم الأستاذ برهان منير طبعا بشكل قوي. فإن شاء الله بإذن الله يستمروا بنجاح، وأتمنى لهم أكمل وأبدع وأحلى مما قدمت من الاستقصاف من قبل. شكرا. شكرا للأستاذ وليد النويري.